السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. انتهت الجولة الأولى والثانية من خليج 24. المنتخب العراقي هو المنتخب الوحيد اللي ضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي، وبنفس الوقت المنتخب اليمني هو المنتخب الوحيد اللي فقد الفرص بالتأهل إلى الدور قبل النهائي. العراق إلى الآن نقدر نقول بنسبة 99% ضمن المركز الأول، لكن مو بنسبة 100%، لأن نظام البطولة يقول في حال تساوي النقاط فحسم التأهل يكون على عدد الأهداف المسجلة، يعني المواجهات المباشرة ما لها علاقة بالتأهل. يعني لا سامح الله العراق لو خسر قدام اليمن، وهاي النسبة جدا ضعيفة، طيتها 1%، لو خسر قدام اليمن وأحد المنتخبات خصوصا قطر فازت 1-0 أو 2-0، ممكن أنه منتخب قطر يكون هو الأول. لكن بالمنطق وبالعقل والأداء وبكل شيء نقول أنه العراق حصل المركز الأول وتأهل على مود إيلاقي الخصم من المجموعة الثانية. الخصم منه راح يكون بالتأكيد صاحب المركز الثاني، لكن هنا راح تجي التعقيدات بالمركز الثاني ومنه اللي راح يتأهل من عنده بالمجموعة الثانية. طرحت البارحة تصويت بالقناة، قلت لكم منه اللي تتوقعون يواجه العراق بنسبة تقريبا 80%، ونسبة كبيرة اجتي كانوا يتوقعون انه سلطنة عمان هي اللي راح تقابل العراق. هذا التصويت كان قبل مقابلة سلطنة عمان قبل لعبتها الأخيرة، لكن باللعبة الأخيرة سلطنة عمان صارت الأولى، وحاليا المركز الثاني الكويت، وبنفس الوقت السعودية منافسة والبحرين. المنتخبات الأربعة بما أنه القانون يقول أنه في حال تساوي النقاط التأهل هو للمنتخب اللي جاب أكثر أهداف، ولهذا كل المنتخبات ممكن أن تتأهل من هاي المجموعة. أكثر منتخب يسجل أهداف هو اللي راح يتأهل، هذا نظام البطولة. عن نفسي بمجموعاتنا ضمننا التأهل، والبطاقة الثانية ما بين قطر والإمارات. عن نفسي يعني أداء المنتخب القطري أنا أشوفه أداء عالي، صحيح أنه هو خسر ويانا، لكن من الصعوبة أنه منتخب قطر يخسر مباراتين بمجموعة واحدة، يعني يخسر بمباراتين على أرضه ويطلع من البطولة، الشيء كل صعب أشوفه. لهذا أنا أشوفه أفضلية المنتخب قطر على منتخب الإمارات على مود يتأهل من مجموعتنا. كتمنيات أنا أتمنى الإمارات يتأهلون، لأنه منتخب قطر منتخب جدا صعب بالأدوار المقبلة. يعني إحنا قطر فزنا عليهم مباراة، مو بالضرورة أنهم فوز عليهم بالمباراة الثانية. بالتأكيد منتخبنا قادر، بالتأكيد منتخبنا حاليا من المنتخبات المرشحة لتحقيق هاي البطولة، لكن ابعاد خصم صعب عن طريقك هو فد شيء جيد بالنسبة لك. لهذا أنا أتمنى تأهل العراق وتأهل الإمارات من هاي المجموعة. المجموعة الثانية مجموعة مبهمة، يعني ممكن تقابل الكويت، ممكن تقابل البحرين، السعودية، عمان. بالنسبة لي أنا أتمنى أنه المنتخب العماني يتأهل كأول المجموعة على مود يقابل الثاني من عندنا اللي هو قد يكون قطر أو الإمارات. أما الباقي الكويت أو البحرين أو السعودية، أي خصم يجي أهلا وسهلا به، سواء كان البحرين المفروض نفوز عليهم لأنه عندنا مواجهات هواية وياهم واشتاقينا أن نفوز على البحرين، السعودية عندنا خبرة وياهم ومنتخبنا بكل سهولة قادر يفوز على السعودية إذا التزم بواجباته. بالتأكيد المنتخب السعودي منتخب كبير، قدم مباراة ثانية جدا مميزة، لكن السعودية مو ذيك السعودية اللي كان عندها لاعبين كبار هواية. يعني المنتخب حتى اللي شفته مشارك بخليج 24 مو ذيك الأسماء الكبيرة. تعودنا على الكرة السعودية أنه يبرزون بها أسماء كبيرة، لكن أنا أشوف أنه هذا المنتخب السعودي أداء صحيح قدم أداء جيد ومميز البارحة، لكن أداء متوسط. أما المنتخب الكويتي بأول مباراة كان مستوى عالي وأداء كلش حلو، المباراة الثانية قدم شوط متوسط والشوط الثاني قدم أداء رائع قدام عمان، لكن مع هذا ما قدر يرجع لأجواء المباراة وما قدر أنه يفوز على سلطنة عمان. بالنسبة لي أتمنى أنه منتخب عمان يكون هو المنتخب رقم واحد بالتأهل، وأي منتخب يجي يتقدم على المركز الثاني وقابل العراق أهلا وسهلا به. ليش أنا أريد منتخب عمان يكون هو الأول؟ على مود تكون مواجهة قوية إذا قطر تأهلت، وإبعاد واحد من المنتخبات القوية هو أمر مشروع بالنسبة للعراق لتحقيق البطولة. كتوقعات أشوف المجموعة الأولى يتأهل مع العراق منتخب قطر، المجموعة الثانية أشوفها سلطنة عمان بالمركز الأول والكويت بالمركز الثاني. أني هذه توقعاتي، أنت شنو توقعاتك؟ اكتب لنا بالتعليقات. أشوفكم حلقة أخرى يا رب، مع السلامة.